في ظل استمرار الحرب في غزة للشهر الثالث، أحيت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ليلة عيد الميلاد في كنيسة المهد بحزن وصمت، إذ غابت مظاهر العيد في كنيسة المهد وتمت الاستعاضة عنها بصلوات حدادا على أرواح القتلى في غزة. كما خلت مدينة بيت لحم من الحجاج والزوار ومظاهر الاحتفالات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على الضفة الغربية منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي. وغابت عن مدينة بيت لحم هذا العام مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة، فلم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، وبدلا عن ذلك رفعت لافتات تعبر عن التضامن مع غزة وتدعو إلى وقف الحرب عليها. وخلال ترأسه الصلاة في ساحة القديس بطرس، دعا البابا فرانسيس إلى تذكر الذين يعانون في عيد الميلاد بسبب الحرب، ومنهم أولئك الذين يعيشون في غزة الآن والضفة الغربية، معبرا عن تضامنه مع من يرزحون تحت الجوع والبؤس والعبودية في أرجاء العالم.